الزينات ديالي. قبل ما نبداو لا فيديو اختي غادي نبارطاجي معكم هاد الميزه هادي ديال ويلكم بيو. هادي اختي لحسه صحراويه 100% اختي زوينه. اول مره كنشوف لحسه انا اختي كناخذها. تقولي صفاء علاش خديتيها؟ خديتها اختي على ودي السخفه اللي ولات كتجيني مؤخرا. شوفي ملي ولدت ملي حملت ومور الولاده بس كتجيني واحد السخفه بوحديتها وكتجيني واحد الدخه بوحديتها. فهذه اختي خديتها على وديت هذا الشيء. وزائد علاج ديال فقر الدم اختي، علاج ديال فقر الدم مزيان 100%. زائد البنات اللي كيبغيو يغلاضوا اختي هذه زوينه. انا خديتها لحقاش اول لحسه، قسما بالله اول لحسه كنلقى المكونات ديالها مكتوبين، يعني كاتبين لك المكونات كاملين. نعطيكم بعض منها كغذاء الملكه. قلبوا على المنافع ديال غذاء الملكه: الزعفران الحر، العسل الحر، ذروة الجمل، دسم الماعز، المهم حبوب اللقاح، المكسرات، فيها بزاف ديال الحوايج اللي فغيمون زوينين البنات. فهادشي علاش انا اختي خديتها. نقول لكم هادي دابا تقريبا نقولوا سيمانه، تقريبا سيمانه وانا كنجرب فيها وما بغيتش نشاركها معاكم، قلت حتى نزيد نشوف. فهمتوا ريحتها فنه المديره بحال ماشي سلو، ما عرفتش شي حاجه زوينه. مهم زوينه لذيذه، ماشي دوك اللحسات اللي كتهربي منهم. هذا اختي خديتها انا على وديت كيف ما قلت لكم العلاج ديال فقر الدم. لحقاش قهرني اختي فقر الدم، قهرني قهرني قهرني. والسخفه كتبقى تجيني، هذه كتعطيني اختي ديك الطاقه زوينه. كناخذ انا معلقه وحده اختي مور ما كنفطر. شوفي اش كنفيق في الصباح كنفطر، كناخذ معلقه وحده كافيه لفقر الدم. البنات اللي عندهم بوم زوي هذه ناضيه البنات. ندوزو دابا للبنات ديال اللي عندهم النحافه وباغيين فتح الشهيه وباغيين يغلاضوا. هذا اختي زوينه. الطريقه هي كتاكلي 3 ديال المعالق، 3 ديال المعالق اختي. فالطريقه باش تعطي لكم السيده 100% انا نخلي لكم الرقم ديالها هنايا تواصلوا معاه، قولوا جينا من طرف صفاء باش ندير لكم ثمن زوين. القرعه البنات راها كبيره، ماشي كل مره تقعد تاخذي لحسه. القرعه كبيره فيها كيلو البنات، ها هي اختي فيها كيلو زوينه اختي. وكما قلت لكم هذه زياده الوزن، معالجه فقر الدم، معالجه القولون العصبي وبومزوي. وكاتبين لك اختي هنايا المكونات. اغلب اللحسات مجهولين ما فيهم لا مكونات لا شنو كاين لا شنو ما كاينش، غير كتشدي وتاكلي. هذه اختي باش عجباتني فيها كيلو كدوز مده. والبنات اللي باغيين يغلاضوا غتنفعهم. الا كون ما كنتيش باغا تغلاضي بحالي مثلا ما بغاش تزيدي، غتقدري تاكلي غير معلقه وحده في النهار كافيه، كتعطيك واحد الطاقه زوينه وما كتجيكش السخفه. فهادي كتكمل لك اختي داكشي اللي ناقصك في الدات ديالك، كتكملوا لك هاد اللحسه هادي ديال ويلكم بيو. ها هي النمره ديال السيده، وغنخلي لكم حتى الرابط ديالها في خانه ديال المعلومات باش تدخلوا اختي وتواصلوا معاها. زوينه ها تشوفوا. شوفوا البنات كنقربكم شويه على المنظر. شوفي اختي هكا مرمله وبنينه البنات. المهم كيف ما قلت لكم انا نخلي لكم الرقم ديالها هنايا ولو ليان ديال انستغرام الا بغيتو تدخلوا، وقول لها جينا من لابارت ديال صفاء باش دير معاكم ثمن زوين. السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا لاباس عليكم اموركم؟ يعني اختكم اليوم وفقت بكري، فقت بكري اختي، جمعت الدار قديت الدار داكشي اختي اللي قديت عليه راني درتو. فريمون كنحس براسي والله الا البنات عيانه مع هذا الجو، مره زوين مره ما زوينش مع تيسير الله داكشي. المهم اختي تخيلوا البنات فقت والله توجهي ما غسلهاش. الا قلت لكم نص والله توجهي مع البارح قديت وجهي وعنيت به مزيان وغسلته ودرت ليه غوماج ولا كيشقشق. راني حطيت لكم فلوق قبل، دونك هذا النهار اللي مور الفلوق اللي فيه يومين، هذا النهار اللي من موراه. فالمهم اختي فقت نيشان للجميع. انا غنبارطاجي معكم الغبره، الصياق، السديدريات، كلشي كلشي تسمق، الطبالي تشطبو كلشي تسمق. انا اختي وهنايا هاد البلاصه اللي كنصور فيها هي استشفت لها لي برودوي، نقصت شي برودويات عليا كانوا محطوطين هنايا. المهم اختي غادي ندير لكم هكا دويره في الدار. بالنسبه للفطور فطرت اختي اتاي وزويته وفريميج. انا هذا هو الفطور اللي عزيز عليا، يعني اللي فريمون كيعجبني، زيت البلديه مع فرماج وكويس ديال اتاي كتفطري. وتا زيت البلديه كتشبع سورتو على الصباح مزيانه. صافي اختي لان ما كنقدرش انا نشرب مثلا تفيقي الصباح تشربي معلقه زيت البلديه، راها مزيانه على الخوا مزيانه بحال اللي كديري فهمتي بحال لاكريس ديال الدات. ولكن اختي ما تنقدرش ما كنقدرش كنشرب فكنغمس اختي بزويته وفرميجه. المهم انا نبارطاجي معكم دويره في الدار اختي. انتما البنات نبداو بهاد البلايصه هي الاولى. ها انت اختي جمعتها مزيان، قديت لي برودوي ديالي اللي كنستخدم، قديت كلشي ديالي اللي كنحتاج واللي يعني بلا ما كل خطره نمشي نجبد البرودوي ونجي نخدم به ونردو. صافي كنستفهم تما كاع لي برودوي اللي كنحتاج كنحطهم تما. ها انت اختي ها انت اختي هنايا تبان لكم
طويله مهزوزه البنات. فوالا انا غنمشي من الجهه هذه لحقاش هنايا كاين الرينغ لايت. ها انت اختي شوفي غادي نحط الطبيله خاصها تتحط باش عاد يبان لكم ديك الشيء مزيان. صبروا الزينات صبروا بابا صلات عني. غادي نديرو هذا في بلايصتو هانت اختي صافي هانت شوفوا البنات هانت فوالا اختي جمعت مزيان قديت الطعم مزيان هانت شوفي هادي ويلكم بيبي غالي حطيتها هنايا مع هاد المبيخره وهاد الطبيله جايين في الدوغي هانت اختي فوالا شتي هاد الكوطي ديال التلفزه كيفاش داير هاد البوفه البنات ولا ما كنخليهاش تمر غير انا هي عليها كنجلس فاش كنجي ناكل ما كنجلسش في الصدادر كنجلس في هاد البوفه باش كيجيني باش كتجيني القضيه معوطه مع الطبله فهمتوا البنات باش كتجيني القضيه معوطه مع الطبله صافي اختي الصويلين ها نتوما قديت كلشي ها نتوما شوف كلشي في بلايصتو ها نتوما البنات فوالا هانت اختي هانتي فوالا اختي السيجور اللي كنقول لكم البنات باغا نبدلو ما بغيتش نخليها كارومي بلدي زعما لحقاش ديجا عندي الصالون بلدي بغيت عاوتاني هنايا شي شوفه اخرى غير يا اختي كاين اللي كيشكر ليا دوك الفوتويات الجداد اللي خرجوا دابا وكاين اللي كيقول لي صفاء خلي صدادرك حسن لك راه ندمنا اللي درناهم دغيا كيهبطوا ما صالحينش للجلاس ديما حقاش دابا هادو حنايا كنجلسوا فيهم ديما فهمتيني الجلاس ديال ديما لي فوتي ما كيصلحش ليهم الجلاس ديال ديما اختي دغيا كيخسروا يا اما كتهبط شي جهه يا اما التوب كيتمسح يا اما فهمتي فانا مازال اختي كنشوف ولكن ضروري باغا ندير هنايا شي جليسه روميه انا عاد غنشوف اختي مع تيسير الله ويسهل الله ان شاء الله ونديروا التغيير صافي اختي ها انت هاد البلايصه حتى هي قاديتها فوالا هادي انا دابا اختي ما غاديش نطلق البخور ولكن غادي ندير هاد البخور هذا ها هو اختي هانت خالص العود ها هو البنات صوروه زويون انا الصراحه كيعجبني ولكن سيدهم في الروايح ديال الدار هو يارا غزال البنات عطر يارا فن هانت اختي نرشو هنايا بالخديديات كتبقى ريحة زوينة في الدار البنات بيت غالي بيتي انا تا هو راه مجموعة البنات شتو كويزينة شعلكم الضو مرشيت جهت مسكوته البنات مسكوته كنتسناها تبرد باش نغطيها راه مرشيتش عليها فوالا تيقول لي صفاء شاركي معنا البخورات اللي كتستخدمي هكا في الدار انا اختي غادي نوريكم البخور اللي عندي زعما اللي كنستخدمهم زوينين ها انت اختي كاين هذا بخور عود موت كاين بخور موصوف كاين بخور رقيه وخلاص صرغير هما اللي كنستخدم اختي بزاف فوالا عود مود غزال كيخلي واحد الريحه البنات في الدار عود مود حسن من موصوف عود مود فن وعامرين بزاف البنات راهم عامرين يعني واخا الا كان الا شتو الثمن طالع ولكن راه عامرين يعني غيدوزوا لك مده طويله صباح الخير هذا اختي النهار الثاني تخيلوا في النهار الاول بارطاجيت معكم داكشي اللي درت وكنت عوال نخرج مي تينيوغات الخرجه ما خرجتش المهم ما عليناش دابا هذا اختي النهار الثاني غادي نغسل وجهي نتوما عارفين هذه دابا خوات نتوما عارفين انايا اوبلا انا كنغسل وجهي بهاد لو جينيتوايون هذا ديال كارني شتوه ها هو اختي دابا بغيت نتبع هاد لاكام هادي ديال فيغاسكين اللي كنت بارطاجيت معاكم اي غادي نخوي هاد لو جينيتوايون هنا باش اختي يخرج لي على شكل موس حيت انا ما كنبغيش هاد لا تيكستور هاد لا تيكستور هادي ما عنديش معاها ما كنحس بها ما كتغسلش من الوجه فهمتوا دونك غادي نكب شويه صافي
انا كتعجبني ديك لا تيكستور ديال لا موس كيخرج على شكل موس. صافي كيتخلط واحد شويه هانتو غنوريكم. هادو راه كيتباعوا هكا قرعات خاويين في مينيسو، غتلقاهم مينيسو ميميسو، راه كاينين بحال هادو. مالك اولدي هانتوما بحال هكا اختي. وغادي نغسل وجهي، ما عنديش حنا شي حاجه اللي غادي نجمع بها شعيري. هانتوما البنات شوفوا بحال هكا، هذه هي لا تيكستور اللي كتعجبني انا اللي كنبغي نغسل بها وجهي، هكا كيكون على شكل موس. فوالا اختي دابا غادي نغسل وجهي ديالنا. هانتوما شوف هادو زوينين الصراحه. امشي اختي نجمع شعري باش نجمع هاد الروبينه هادي، وعاد نغسل هنايا باش اصلا ما نفزكش شعري. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني على البلاش ليكيد اللي كندير، انا كندير هذا ديال لا مارك فلورال. ها هو اختي زوينه البنات، ولا تيكستور ديالو خفيفه دغيا كيتستامبا. فهمتوا؟ ماشي بحال دوك اللي غير كديري نقطه كتوقع لك ديك النقطه تما بحال فتله حيدات. هانتوما شتي واخا كيبان لك في الاول بزاف، انت غتشوفي كيفاش غيولي دغيا كاين. هانتي انا اختي غادي نقاد دابا وندير هكا، وهنايا غادي ندير هكا. زوين هذا ديال فلوغال البنات، الا بغيتو تاخدوه ديرو فلوغال في انستغرام ياك، وقولوا لهم جينا من لابارت صفاء باش ينقصوا لكم. قولوا لهم بغينا البلاش اللي عند صفاء وينقصوا لكم الثمن غزال البنات يعجبكم. في نفس الوقت كيعطي واحد ليكلا، ها نتوما شفتوا كيعطي واحد ليكلا في الوجه واعر. لو غيست غنديرو هنا، انا البلاش كنخدمو بالبانسو اختي، ما طلعش نخدمو بيد دابا مزيان اختي. الروينة والشعر نايضة في الدرب، دابا الدراري عطلة الغونيتات البويضات باغطو. أول حاجة اختي غادي ندير لوليدي تفيفيحة، غادي نحكي ليه تفيفيحة. الديزير هو رضع فخ صباح رضع كلا فرميجة. دابا غادي نعطيه الوقت ديال الديزير، سواء عطيه تفاح سواء عطيه بنان سواء عطيه نقاص، المهم الفاكهه اللي عندك ديسبونيبل اعطيها ليها اختي، راه غادي تفيدو. فهمتوا البنات؟ كنت باغا نعطيه دانون ولكن خديت تفاحه احسن ليه من دانون. صافي غادي نقيها. بالنسبه انا التفاحه كيفاش كندير لها البنات، كنحكها هنايا كنقيها ما كنسلقها ما والو، انا اللي تسلقات غتمشي منها النص الله اكبر كبير، شنو منها الفائده ديالها؟ انا فايقه الظهر هاكي اختي، كنبات حيه والله. كما قلت لكم غنحيد لها القشره وغنحكها في الحكاكه غير طريه صافي. هانتوما البنات شوفوا لا تيكستور ديال التفاح كي كتجي، هانتي شتي كتجي بحال هكا فاش كنعسو بطاطا ولا هذا. دونك هنايا غادي نزيدو واحد شويه ديال هاد هنا كاين زنجلان كاين المكسرات مطحونين فوالا كاين لوز داكشي، نزيد ليه شويه معاها. هانت اختي عتير على الفوائد ديال غير ديال الزنجلان بوحدو فن الدراري الصغار والله البنات. هانتوما هي شويه غادي نخلطها بحال هكا وغادي نعطيها. هانتوما بحال هكا غنعطيه ياكل، وانا اختي عاد نشوف اشنو غادي ناكل حقاش فريمون فقط في واحد الجوع خطير اختي. غادي نمشي ندو للاخ ديالنا ياكل وكلوه ومن بعد عاد نشوفوا راسنا. شوفوا بنات بابا طيب الطاجين، وري ماما الطاجين ديال بابا. شوفي شوفي كحلو كحلو باين زوين. دابا غادي نخرجوا اختي، غادي نخرجوا. المهم مور اختي ما تغديت
تغدينا تشوفوني انا ما فطرتش، دزتنيش على الغدا اختي. الفطور كليت هكا خبيز ديال الطوست، درت فيه فرميجه صافي، ما زدت زعما كليت لا اتاي لا حتى شي حاجه. قاديت اموري قاديت شغالي، داك لا روتين اختي ديال الدار انا عارفاكم قنطتو، ولكن اختي غير سمحوا لي عندي ظروف اللي ضروري خاصني نبقى فيهم في الدار. ان شاء الله غير يفوتني هذا الوقت وتفوتني هذه الظروف غادي نخرجكم اختي، انا كنواعدكم غادي نخرجكم. راه كنحاول زعما ندير البلو ماكسيموم ديالي وهذا الشيء اللي كاين اختي. المهم دابا اختي غادي نتوجدوا باش غادي نخرجوا واحد الخريجه اختي. ف اول حاجه غادي نطراس اختي حجباني، غادي نقاد الحواجب ديالي خف نزربنا البنات فوالا انتم اختي. غادي نقاد الحواجب ديالي شوفوا البنات، غادي نقاد الميكاب وبعدها نرجع لكم صافي الزينات. دونك نقاد الميكاب ديالي ومن بعدها نرجع لكم باش نوريكم كيفاش قاديت الميكاب، وحتى نوريكم اشنو غادي نلبس. بقى معايا وما تمشيو في لي زامي. كنت دايره لايف في تيك توك فاش كنت كنخدم الماكياج، هكا كنتشاور مع البنات كنهضر مع البنات. لبست اختي نوار، لبست هاد اللو في النوار ولبست سريويل في النوار، وغادي ندير مونطو. انا غادي نبارطاجي معكم لي ديتاي، سينو بالنسبه لي زاكسيسوار ما باغاش نكثر، دونك غنخلي لي زاكسيسوار ديالي ما غاديش نعيق. فوالا انا ديجا عندي هنايا جوج حوالق، السنسله ديالي ما عاد سنسلتي واش نزيد نطولها، يعني تهبط شي شويه لهنا اولا نخليها غير هكا. بالنسبه للميكاب ها هو اختي. البنات اللي غيقولوا لي صافي الخياش غادي نخرج اختي نتعشى، انا وزماني غادي نخرج اختي نتعشاو برا. نتوما عارفين من زمان ان عمر ما كيبغيش فاش نكون خارجه انا وياه نصور، كيقول لي لا خارجين انا وياك راه خاصك تبروفيتي انا وياك، اما ماشي تبقى خارجه وكل البنات تشوفوا البنات هاشنو هاشنو، ما كيبغيش هو بحال هاد لي ديتاي هادو. ما علينا اختي، انا المهم غنشفر لكم اختي لقطات 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 كنكونو هاني، يعني انا مشفره لكم لقطات. بالنسبه للميكاب اختي ها شنو درت، كنت في اللايف درت هذا اختي، درت هذا النيود ديال ياناندوان لا ريفيرونس سبايسي، درت هذا اختي في النيود. جيت بلي راسي طافيه فهمتوا، قلت راسي طافيه دونك عوضتو بهذا ديال سيفورا، ما درت لا فون دو طان لا والو، خدمت بهذا ديال فيت مي ميفلين. لا بودغ درت هادي ديال افون، البرونز برونزر ديالي بريفيري، الفراج ديالي حتى هو بريفيري، ما درتش البانانا باودر صافي. من بعد درت الهايلايت، وبالنسبه للغوج على فطرت هذا اختي ديال سيفورا لا ريفيرونس 01 زوين البنات. دابا اختي غادي نبارطاجي معكم هكا داكشي اختي اللي خاصني تبارطاجا. نسيت بالنسبه للشعر اختي، مع كنزيت درت لي هاد باتيست، هذا بالنسبه للبنات اللي كيزيد لهم شعرهم، مي انا هذا ما عجبنيش، هذا كيعطي لا كولور وانا هادشي ما قريتوش، دونك هما كاتبين اون توش دو كولور، دونك انا ما قريتهاش صراحه هادي صافي، انا هزيت وصافي. كانت شكرات يسرى هزيت عجبني، ولكن ما فاش ابليكيتوها كامرة ولا مره ثانيه ما عجبنيش. انا مولفه كندير باتيست الغوز، باتيست الغوز زوين وكيعطي الفوليوم، بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الفوليوم بحالي دونك باتيست الغوز كيعطي الفوليوم زوين اختي. صافي ليتس جو اختي. فهمتوا اختي، بغيت ان لوك لي كون سامبل فهمتي، دونك خارجه عشيوه انا وراجلي، فريمون بغيت ان لوك سامبل. غير هو اختي بالنسبه للمونطو، انا درت لو نوار، بغيت نلعب على لو نوار، لحقاش دايره هكا احمر فهمتوا، هكا احمر كيجي معايا الكحل. ندير اختي هذا، ندير واحد المونطو من الفوق بحال اختي، ندير واحد المونطو مع لو نوار، جو بونس هذا غادي يجي زوين ياك البنات، احسن من مونطو كحل على ما اظن. هذا ابا نخرج اختي الشعير، جو بونس كي هذا احسن بزاف من مونطو كحل. غادي ندير هكا باش نبينو لي ديتاي ديال لي ديتاي اختي. فوالا هانتو صافي هادي، عرفتي اختي واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ المهم مانطو غادي ندير صويك وغنلبس لي بوطو ديالي. فوالا اختي لو لوك جاي زوين، هاد المانطو فغيمون مزيان كيجي غدي، قلت لكم ضعافي تاع البنات، هذا كنت كنلبسو شحال هادي، ماشي شحال هادي، شكون دازت عليه واحد انو شي حاجة عام ونص بحال هكا، فغيمون زوين فيها اختي الجويبات. انا عرفت راسي مقصت داكشي، ما بغيتش نفرط في حوايجي القدام حقاش عارف راسي ان جو غادي نقص، غيولي لو بوت ديالي انني نقص واحد النهار. فوالا اختي، وباقي ما وصلتش لذاك النقص اللي فريمون انا باغاه، مازال البنات
راه بيت كنلاحظ و بيت كناكل عاوتاني مؤخرا وهاد الحاجه هادي فريمون عصباتني. مي صافا ها انت اختي رحنا غاديين مع المقيس. ها انت اختي قولي لي كي شكلو لوك زوين حبيتوني البنات صافي انا بدا حبيتني الاهم انه انا حبيتني صافي دي اهم حاجه. ها انتما اختي صافي مزيان كما قلت لكم البيسه فيها مونطون في الحمامر و هذا نوار من التحت وانا السويك نوار لي بوت ديالي. وغادي نمشيو اختي خفيفين ظريفين. غادي ندير شي بارفان. بالنسبه للبارفان اللي غادي ندير اش بان لكم اختي ندير اميرات العرب ندير سكوندال اولا المهم شي حاجه ديال البخور نو خصنا تكون شي حاجه نايس شي حاجه سكري شي حاجه سكسي شي حاجه عاوتاني ديال البرد. وبغيت نزيد عليا هكا واحد الكاب داخل فيه لو بلون و لو نوار و لو روج ولكن غادي نعيقو فهمتي غنخربقوها. من الاحسن يبقى اللوك هكا سامبل زويبن. دونك غادي ندير اختي غير بارفان و غادي نمشيو. شوفي غادي نبقاو في الغوج وغادي نديرو هاد اختي هذا زوين زوين فوالا حبيت هذا اختي زوين هذا ولو نوار زوينين اختي مي انا جو بريفير لو نوار ولكن حتى هذا دابا حاليا زوين غير هو كل الكحل الكحل واعر صافي اختي ها حنا دابا واجدين غادي نشفر لكم هكا لقطات 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 وصافي اختي هذا مكان باش نحبس لكم حتى لا فيديو هنايا ان شاء الله. غنخليكم مور هادشي لقطات هكا ديال الخريجه ايتو داكشي اللي غنشفر اختي داكشي اللي غادي نسرق بلا ما يعيق وصافي هذا مكان كبيت غنحبس لكم لا فيديو هنايا. كنبغيكم بزاف بزاف كنتمنى من كل قلبي ان يكون خفيف ظريف على قلوبكم. كنبارطاجي معكم اي حاجه داكشي زوين داكشي متواضع كنضحكوا اونصامبل كنهضروا اونصامبل وهذا هو الاهم بالنسبه ليا. صافي هذا مكان كبيت غادي نخليكم نقول لكم باي باي.